نظم المركز المحلي للسجل التجاري لولاية سيدي بلعباس أبواب مفتوحة حول كيفية القيام بعملية الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2020. عملية التحسيس تمت على مستوى مركز السجل التجاري بشارع عبان رمضان من خلال شرح طريقة الإيداع وكيفية تسوية الوضعية من خلال توزيع البلاغ الذي يحتوي على طريقة الإيداع الصادر عن المركز الوطني للسجل التجاري. ولقد استحسن المتعاملون الاقتصاديون هذه المبادرة تغطية الحسن هاشمي وبالحاج فرحات. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. ومع بعد معكم السيد زريق عبد اللطيف مدير المفر المحلي المركز الوطني للسجل التجاري ولاية سيدي بلعباس. تظاهرت اليوم حول إيداع الحسابات الاجتماعية ونشكر المتعاملين الاقتصاديين على الجدية تاعهم وعلى الحضور تاعهم دائما وحرصهم على إيداع هذه الحسابات، لكن بعض المتعاملين ما على بالهمش الأهمية تاعها، وهي المقصود تاعها هو إيداع الصحة المالية للشركة وهي إجبارية باش يجيبوها لنا ونشروها أمام المتعاملين الاقتصاديين الآخرين. والوثائق الواجب إيداعها هو الخصوم والأصول والنتائج المالية. الأجل لإيداع الحسابات هو آخر أجل هو 31 ديسمبر، تسجيل عن بعد، وهو حقق فيه امتيازات من ناحية نقص التكاليف والسرعة في الأداء. احنا نتمنوا تكون هذه الثقافة تكون أوسع. في هذا الإطار نطلب وبإلحاح المتعاملين الاقتصاديين والشركات باش يكون الإقدام تاعهم بقوة، لأن إيداع الحسابات الاجتماعية راه يلزمناه إقدام أكثر، ولا سيما عبر الخط يكون ماشي يكلفهمش وقت أكثر وما يكلفهم إسراع في هذا النشر هذه الإيداعات. ممكن تذكرنا بالموقع؟ الموقع cgcom.cgcom راه معروف المنصة هذه والإجراءات فيها سهلة وفي متناول الجميع. شكرا.